يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومائة وستة وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واربعة وخمسين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من خمسمائة وأربعة وعشرين الف شخص